إذا طلاب هنا هذا الديفايس بمجرد ما أريد أني أبعث بإنستركشن أوت على أريد أضيء هاي الليدات اللي مربوطة عبر البفر هذا، البفر منو هذا؟ ال 374 أو ال 373 ال 37. واحد من الطلاب يسألني يقول لي ليش دكتور ما استعملنا ال 74244 للقراءة وبنفس الوقت للكتابة؟ أحد عنده انطباع طلاب عن هاي الموضوع؟ ليش استعملنا ال 244 للقراءة وليش استعملنا 374 للكتابة؟ لأن ال 74 نعم 37 استاذ راح تشتغل على الكلوك زين على الصفر الواحد ديش ما تشتغل. لا تعرف ليش؟ ال 244 هو عبارة عن ديتا، توصل الديتا هنا ايش تحتاج؟ تعرف ايش تحتاج؟ من تحتاج تعبرها بس تحتاج تراي ستيت بفر، يعني هنا اكو تراي ستيت بفر، تراي ستيت بفر، تراي ستيت بفر على كل بن ومربوطات، لان التراي ستيت الانيبل مالتهن وين؟ على هذن البنات. فاذا اجي اكتف لو زيرو راسا شكو موجود هنا يعبره عبر عن خلص للديتا بفر. لكن هذن البنات هسه لو فرضا استعملنا ال 37 العفو 274 نفس استعملنا هذا 74244 اللي راح يصير شنو طلاب؟ هذا الديتا مثلا انت تريد ترسل هنا تريد تضيء ذن الليدات كلهن، شلون تضيئهن؟ تدز 0 0 0 0 0 0 0 0 تطلع على الاوتبوت. اذا ما موجود هذا البفر تعرف شو راح يصير؟ راح تشتغل هاي الليدات بلا ما تشوفها، تشتغل وتطفى. تشتغل ما تبقى مليكه. شنو ما تبقى مليكه؟ يعني استعملت الحاليه مالتها، يعني الديتا مالها ما تبقى ثابته، ما ثابته ترمش مره واحده وتروح. لذلك هاي هنا اقرا هاي، شوف هنا are only present on the data bus for at least 1 microsecond without a latch، يعني بدون استعمالك لللاتش. اللاتش هو اللي من هو؟ ال 74374 هذا اللاتش موجود. هذا اللاتش هو عباره عن شنو الانترنال ستراكشر مالته طلاب؟ قلنا هو عباره عن دي تايب فليب فلوب، دي تايب فليب فلوب. هذا يحتفظ بالقيمه، يحتفظ بالقيمه، تجي كلوك مالته هاي الكلوك، شوف هاي تربط بالجراوند وهاي هي الكلوك، هاي الكلوك. بس تجي كلوك إلى على السلكت مالته خلاص، شو يسوي هذا؟ يعبر صفر الى واحد، واحد الى يرجع الستيتس مالته، يعني مره واحده يبعث القيم 0 to 1 1 to 0، لكن تبقى القيم مليكه يعني كونستانت ما تروح. ايش وقت تروح القيم؟ يعني اذا دزيت صفر 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 ايش تطلع هنا؟ راح كل ذن اللدات يضيئن، كل يضاء. ايش وقت اصفرهن او اصفر واحد بيهن؟ دكتور اذا انطيتها شهر رسيت او بالكلوك القادمه؟ بالكلوك، ممتاز. يعني معناها اني هنا شوف اوت انستراكشن، هذا قلنا بس يشتغل ان انستراكشن وتمام. عمليه القراءه للمايكرو بروسيسور في حاله الدب سويتش، هذا شو يسوي؟ يكتب اوت، يعني الانستراكشن اوت، تنفيذ الاوت انستراكشن يبعث محتويات الداتا باس اللي موجوده عليها اللي هي جايه من الاكوميليتر الى وين؟ الى الاوتبوت ديفايس. زين الاوتبوت ديفايس انا كاتب هنا any out instruction، اي out instruction will execute the select signal activate، راح يخلي select signal activate، this will latch data held، اي يبقي الداتا ثابته لحد ما next out execute. يعني من اجي اني اكتب هنا instruction اعاز، شنو هو الاعاز؟ اعاز هو out، اوت على البورت ما اعرف ايش قد الادريس مالته فارزه الايلو. اذا المحتويات الايلو تدزها وين؟ على البورت نمبر. من تروح الداتا على البورت نمبر هذا ايش راح يصير بيه؟ راح يصير الاتي، السيجنال سيلكت يصير اكتف لو، اكتف لو يشتغل. يعني من يشتغل
يعني معناها كلوك. هذا internal structure مالته عباره عن شنو؟ دي تايب فلو فلوب. بس تجي كلوك يعبر الاوتبوت، بس تجي كلوك يعبر الاوتبوت. من يعبر الاوتبوت يليجها، يعني شنو يليجها؟ يثبتها، يثبت القيمه مالتها. وبالتالي اذا عبرت صفر وقفت الصفر هنا، صفر من هالصفحه هاي مقاومه ويا في سي سي من الصفحه الاخرى، اذا راح يؤدي بي الى ان يتوهج ويبقى كونستانت متوهج. ايش وقت ينطفي؟ من يدز انستركشن اخر على هذا البن، يعني ما كان ما قال له هنا اول انستركشن اوت، هسه بدي اقول له انا هنا اوت اوت على البورت نمبر، ما اعرف ايش قد البورت نمبر، فارزه الايلو. قبل هذا اقول له موف على الايلو فارزه، شو تعطي؟ 0000000 بالباينري. يعني الانستركشن الاول هو موف على الايلو فارزه 0000000. بعدين شنو؟ اوت على البورت فارزه الايلو. اذا ابعث محتويات الايلو على وين؟ على البورت نمبر، فراح يدزل صفاره وبالتالي يوهجن ذن كلهن. زين هسه اريد اني شنو؟ اريد فقط هذا ينطفي، شلون؟ بالايعاز الاخ. دكتور بس اخر واحد انطي واحد. شنو انطي واحد؟ يعني شو اكتب لي بالاسامي، يقول لي بالاسامي ايش راح اسوي؟ صفر 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 واحد. هاي دقيقة تقول له موف على ايلو. اي بالضبط دكتور، اي بالضبط. موف على ايلو فارزة. على ايلو. صفر 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 واحد. واحد. تمام؟ بعدين شو تقول له؟ اوت على البورت. البورت هذا هو الادريس مالته، بعدين نتفاهم عليه. العنوان مالته اوت على البورت فارزة الايلو. خلص. راح شو يصير بالحالة هاي؟ تشوف فقط هذا صار بي شنو؟ ينطفي. ينطفي والبقية كلها شغالة. زين طفي لي عن كلهن، شو تسوي له؟ طفي لي موف. موف بالايلو واحد 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 واحد. ممتاز. وراح انطي اوت على البورت الايلو. ممتاز، هاي خلاص، هاي انتهى الموضوع. اذا من تقول له راح تدز له وحدات هنا، فرق جهد هنا تعطيه وحدات يعني 5 فولت، وهنا 5 فولت، فما راح يصير فرق جهد. 5 ناقص 5 صفر، فما راح يولد فرق جهد على الليد على مود يتوهج. شكرا جزيلا نعمان. العفو دكتور، شكرا لله. زين اذا هسه حاليا عرفنا الاسلوب بابسط انواع السيركت، ابسط انواع الان اعاز الان والاوت انستركشن نستعملها على الاي او، على الاي او بورت ادريسز. يعني عندنا الاي او ديفايسز، اي او ديفايسز اخذنا في اكزامبل بسيط عليها، اخذنا التوجل سويتش واخذنا شنو الليد، واحد بيهم نقرا الستيتس مالته، واحد بيهم شنو ندز نبعث عليه الفولتيات المناسبه لكي يتوهج. زين خل اشوفكم. شوف طلاب، هذا هذا الشكل، هذا ده شوف هالطلاب، هذا هو سمبل توغل سويتش او سويتش توغل. شنو هذا؟ ضع منا مربوط بالجراوند، هذا السويتش هو، ومنا الاوتبوت مالته، ومنا وين مربوط؟ مقاومه بول اب ريزيستنس وفي سي سي. بالاس هذا لو تجي تتباوع على هذا، هذا هنا هو نفسه. ليش؟ هذا السويتش او اي واحد من ذندل السويتشات مربوط منا بالجراوند، ومنا وين مربوط؟ ببول اب ريزيستنس، ومن ثم شنو الى الفي سي سي. اذا هو عباره يعني هذن التوغل سويتش الثمانيه هو بالضبط عباره عن هذا السويتش سمبل مالتن، هو هذا. يعني اكو من هنا شقد من هذا؟ اكو ثمانيه من هذا على مود يسوي لي ثمانيه توغل سويتش. بدليل ها شوف هذا مربوط بال هنايه، هذا سويتش وهذا الاوتبوت، وهذا الفي سي سي مالته مربوطه هنايه. واضح طلاب؟
شوف رجاءً. واضح دكتور. اعتقد واضح. اذا تعطي صفر هسه هنا، مجرد ما تعطي صفر شو تسوي؟ توصل السويتش هنا، من توصله راح تربط الجراوند. من وصلت الجراوند اذا التي تي ال اوت بوت تقرا الاوت بوت هو هنا، ايش قد راح تقرا؟ تقرا صفر لو واحد هنا؟ تقرا صفر لان انا ما صفر. وصل صفر. زين، اذا بقيت على هاي الستيتس ايش قد راح تقرا؟ واحد. واحد ليش راح يقرا؟ اللي هو البي سي سي. البي سي سي. هذا هو السويتش البسيط الموجود عندك. زين، خلينا نشوف بعد هذا. خلي بعدين هذا. زين. اكو بروسيجر اسمها الهاند شيكينج. بروسيجر اسمها الهاند شيكينج بروسيجر. هاي الهاند شيكينج بروسيجر يشتغل عليها اي برينتر مربوطه عندك انت حاليا، اي برينتر تربطها موجوده بالبيت او بغير مكان وتربطها بالحاسبه على لاين برينتر مالتها، تقدر من خلالها تقرا، العفو، من خلالها ترسل الاسكي كاركتر كود، اسكي باي اسكي، واللي هنا بحدود 100 كاركتر بير سكند بالامكان ارسالها. يعني 100 كاركتر تقدر ترسل الى الطابعه لكل ثانيه، 100 كاركتر بير سكند. يسموها هاي العمليه هاند شيكينج. هاند شيكينج يعني ترى السلام. هذا شنو هاند شيكينج بروسيجر؟ الهاند شيكينج بروسيجر، طريقه الهاند شيكينج طريقه بسيطه جدا. هي عمليا انت راح تجي تبعث بايت من الداتا، بايت من الداتا عبر اللاين برينتر. يعني انت قاعد هسه على الحاسبه، من تربط على الطابعه تربط ال بجهه الحاسبه مالتك اكو سوكت. هذا السوكت، هذا هو السوكت، يسمونه دي بي 25. هذا يسمونه سينترونيك 36. هذا وين موجود؟ بجهه الطابعه. وهذا وين موجود؟ بجهه الحاسبه. يعني احنا خلينا نقول عليه الميل والفيميل، الميل والفيميل. اذا هذا البنات ذن نشوفها قدامك، هاي شنو؟ هاي شنو؟ البنات الخاصه بالطابعه، البنات الخاصه بالطابعه. انت عمليا من تريد تبعث معلومه الى الطابعه تبعثها اسكي كاركتر باي كاركتر. يعني ايش تبعث؟ تبعث اسكي باي اسكي، والاسكي كاركتر عباره عن 8 بتس. عباره عن شنو؟ 8 بتس. اذا كل مره الطابعه ايش تبعث؟ العفو، من تريد تبعث انت الى الطابعه تبعث كاركتر واحد. لكن هي بالسكند، بالثانيه الواحده ايش قد تقدر تقرا؟ تقرا 100 اسكي كاركتر كود. هياته. اذا هنا ان اكزامبل ديفايس ذات ريكوايرز هاند شيكينج ان بارليل ذات برنت، تطبع 100 كاركترز بير سكند. 100 كاركتر بير، يعني بالثانيه الواحده يطبع لك 100 كاركتر. يعني بامكان ابسط انواع الطابعه انه تستعمل هذا الهاند شيكينج بروسيجر على مود تطبع بحدود 100 كاركتر لكل ثانية وحدة. شلون تتم هاي الطريقة يا طلاب؟ هاي الطريقة تتم بأسلوب جدا بسيط، جدا بسيط. أولا قبل كل شيء، إحنا قلنا بداية هاي المحاضرة قلنا عندنا IO port address. IO port address، هاي IO port address قسم بها يكون خارجي وقسم يكون بها internal داخل الديفايس. IO port addresses يعني هسه قبل شوية إحنا من تعاملنا ويا هذا التوغل سويتش. هذا التوغل سويتش من نقرا الستيتس مالته عبر اي او بورت ادريس. هذا الاي او بورت ادريس ما موجود العنوان مالته داخل الحاسبه. احنا راح نخلي هذا الاي او بورت ادريس، نقترح وين مكانه. لكن اكو فيك اكو عناوين فيكسد وفاريبل. هاي الفيكسد وفاريبل خاصه بالاي او، ببعض الاي او بورت ادريسز الرئيسيه اللي يتعامل وياها المايكرو بروسيسر، اللي هي هذه
يعني بقى انتبه هنا، شوف الدي ام اي والانتربت، التايمر 8255، الكوم، الهارد ديسك، اللاين برينتر، اللاين برينتر، الكلر جرافيك ادابتر، الفلوبي ديسك والكوم 1، هاي عناوين ثابته لها. زين العنوان مال الطابعه وين؟ احد يقدر يقول لي وين العنوان مال الطابعه هنا؟ طلاب العنوان مال الطابعه احد يعرفه؟ دكتور 8255 وينه؟ العنوان مال الطابعه حياته لاين برينتر. حياته اللاين هذا اللاين برينتر اللي هو منين العنوان مالته؟ من ال 0378 الى 037F. هاي العنوان مال الطابعه. يعني هسه اني من اريد ابعث معلومه على الطابعه ابعث وين؟ على يا بورت، اقول له اوت على 0378 مثلا فارز الايلو، شكو محتويات الايلو؟ تروح وين؟ للطابعه قبل. يعني لو تكتب بالاسامبلي برنامج صغير للطابعه تشغل بها تربط الطابعه، وش تسوي؟ تكتب بالاسامبلي برنامج صغير تدز على هذا العنوان اللي هو 0378، تقول له موف للايلو مثلا فت 01010011، فت كود معين 8 بت، تقول له اوت على 0378 فارزه الايلو، راح يدز لك الاسكي هذا على الطابعه بحيث تطلع فت كود. يمكن لو تطبع الطابعه شغلها وتطبع راح تشوف فد ربش، فد اشاره ما موجوده، ليش؟ لان ترمز الى اسكي كاركتر كود محدد. واضح طلاب؟ واضح؟ واضح دكتور. دكتور جي. بس سؤال. نعم دكتور، منفذ الكومن اللي بالحاسبه هسه هو يفترض يقبل انبوت واوتبوت. هياته هسه موجود قدامي هياته. اي تمام، يعني هسه اذا اريد اشغلها يعني اريد استلم من الطابعه، مو اطبع لها، اريد استلم الاسكان، شلون راح تصير الطريقه مالتها؟ ما تستلم من الطابعه، تبعث من الطابعه من البورت مالتها تبعث. ليش؟ قصدي الطابعه هي اكو داخلها يعني اوتبوت من عند احول الحاسبه؟ لا 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 لا، انا بدي اقول لك انت تبعث من الحاسبه الى الطابعه فقط عبر هذا البورت، لكن مال تستلم لا، ما تقدر تستلم. تستلم من اي او ديفايس، تستلم من الكوم، من الكيبورد او الماوس، من الكيبورد او الماوس. تمام دكتور تمام. يعني هنايا راح ارجع لك مره اخرى، هذا لاين برينتر تمام، هذا الكوم 1 وهذا شنو؟ الكوم 2. ذن الكوم 1 والكوم 2 العناوين اقدر ابرمجهم. يعني انا كنت ايام زمان من كنت بالكليه سوينا مثلا نكتب برامج بسيطه، لا عفوا ما تخرجنا، نكتب برامج بسيطه بالسي لانجوج، شو نسوي؟ نستغل الكوم 1 والكوم 2 بحيث عن طريقهم ندخل في الديفايس. يعني احنا نقترح في الديفايس في الجهاز نصممه وندخل به الداتا عن طريق الكوم 1 او الكوم 2، يعني نشغل الكوم 1 او الكوم 2 لاغراض القراءه، لاغراض القراءه. طبعا اللاين برينتر مليون بالميه. هسه انا اللاين برينتر اقدر استغله مو فقط لاغراض الطابعه، لا اقدر استغله بامور اخرى، ادز 8 بتات، هاي ال 8 بتات اشغل بها جهاز معين. يعني اشيل الطابعه واربطه مكان الطابعه جهاز اخر، هذا الجهاز الاخر يستلم دائما من يمي، يعني من عن طريق المايكرو بروسيسر 8 بتات في برنامج محدد. هاي ال 8 بتات اني سوفت ويريا اقدر اغيرها، اقدر اغير السيتنج مالتها وادزلها. يعني مثلا اربط ترافيك لايت كنترولر سيركت، ترافيك لايت تقاطع مال اربع شوارع، تقاطع اربع شوارع بكت بكارت اربطها واطلع ثمان وايرات، الثمان وايرات اربطها وين؟ اربطها الى هذا اللاين برينتر، هذا اربطها هنا. وين اربطها هنا؟ هاي الداتا مالتك وين موجودة على يابن؟ داتا صفر، داتا نوت،
data 1 2 3 4 5 6 7 اذا 8 بتات من دي نوت الى دي 7 وين على شوف بقى مكانها وين على السنترونيك وعلى الدي بي 25 على البن اللي موجود بالحاسبه مالتك وين مربوطه البنات مال الداتا بقى البن الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن العفو التاسع يعني من الثاني الى التاسع هاي شنو البنات ذنة داتا 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 يعني انت من تبعث بايت للطابعة تبعثن هنا على هالبنات ذنة 2 3 4 5 6 7 8 9 لكن تبقى الطابعة بها فد مهمة جدا طبعا لان احنا ما راح نشرح البنات البقية كلها هاي لان هاي تابعة للبروتوكول مال النقل بروتوكولز اكو بروتوكول تختلف احنا هسه بدنا نستعمل ابسط واحد اللي هو اسمه الهاند شيكينج بروتوكول الهاند شيكينج بروتوكول يشيك شغلتين يشيك الداتا ويشيك البيزي بت شنو البيزي بت شوف اذا الداتا وين موجوده على بنات من 2 لل 9 من 2 الى 9 بقى عندي شنو بقى عندي البيزي بت هذا البيزي بت يشيك بيه دائما طلاب انه هل الطابعه حاليا مشغوله في عمليه الطباعه او جاهزه لاستلام الاسكي كاركتر كود هل الطابعه جاهزه لاستلام اسكي وطباعته او هي مشغوله لان تعرف الاي او ديفايس وخصوصا الطابعه بطيئه جدا مقارنه ويا المايكرو بروسيسور فانت من تجي تبعث لها بايت تبعث العفو خلينا نسميه البايت او نسميه اسكي كاركتر تبعث لها واحد اذا هي بدها تطبع بالقبله وما مكمله فراح ما يستجيب ويستلم هذا مالتك الكاركتر اللي بعثته الى حين انتهاء الطباعه من يمن هذا يعتمد على يمن يعتمد على بيزي بت دائما يشيك منه البيزي بت يشيك شنو العمليه بها البيزي بت زين اذا البروتوكول مال نقل معلومات من الطابعه عفوا من الحاسبه الى الطابعه تتم ببروتوكول اسمه الهاند شيكينج الهاند شيكينج عمليا ينقل 8 بتات من المايكرو بروسيسور او من الحاسبه الى الطابعه عبر اللاين برينتر جيد اللاين برينتر اللي من جهه الكمبيوتر اللي مربوط بالحاسبه مالتك 25 بن شيكه اقلب الحاسبه مالتك اي حاسبه واحسب البنات راح تلقاها عباره عن 25 بن بينما البنات اللي مربوطه بالطابعه ما راح تقدر تشيكها بس هي يعني شوي ما واضحه فراح تلقى ايش قد سينترونيك مالتها 36 بن من جهه مالتها ايش قد 36 بن 36 بن كل البنات هاي نحتاج منها الاتي نحتاج البيزي بت حاليا ونحتاج الديتا بت الديتا منو هي؟ من 2 لل 9 هاي البتات سيريال بت اللي هي راح نبعث عن على 2 و3 و4 و5 و6 و7 وال8 وال9 نبعث المعلومات الخاصه بكل اسكي كاركتر كود هنا 8 بتات بس قبل ما نبعثها نتاكد هل الطابعه بيزي لو مو بيزي فهذا هو البروسيجر اللي راح نتبعه شلون نتبعه هذا طلاب هنا هذا هو الهاند شيكينج مثل ما اتفقنا شوف شو يقول هنا typical input and output connection found in printer here data are transferred through series of data connection اذا الداتا تنتقل من الدي نوت الى الدي 7 ممتاز البيزي indicate that the printer is busy printer ايش فيها is busy يبقى بس بت واحد اسمه strobe هذا strobe is a clock pulse used to send data into the printer for printing. يعني لإرسال الداتا strobe is a clock pulse used to send data into the printer للطباعة. هاي البروسيجر البسيطة جاي تشوفوها قدامكم. هاي البروسيجر البسيطة هي تتضمن عملية نقل
عملية طباعة ASCII كاركتر كود موجود بالبي ال عبر المايكرو بروسر. يعني هذا البروسيجر اللي مأشر لكم انا عليها هي بالاصل اكو ASCII كاركتر كود مخزون بالبي ال ريجستر، انتبه له، بالبي ال ريجستر، اريد انقله وين؟ للطابعة. عمليا شو اسوي اني؟ اوكي ابعث للطابعة، اذا عندي عنوان اللاين برينتر، اللاين برينتر ايش قد الادريس مالته؟ موجود مثل ما شفتكم اياه قبل شوية. اللاين برينتر هو هذا. من 0378 الى 037F يعني هذا العنوان مالته الاول، اول عنوان 8 9 اي بي سي دي اي اف كلهن ذن عنوان اللاين برينتر. احنا دائما من نبعث للطابعه نبعث على 0378 زين، هاي وحده. من تبعث عليه تبعث كاركتر اسكي كاركتر على يمن على الدي نوت الى الدي 7 عبر من؟ عبر الكونكتر اللي موجود اللي 25 بن بالطابعه مالتك واللي 36 بن العفو 25 بن بالحاسب مالتك و36 بن بالطابعه مالتك عبر الواير كونكشن بيناتهم. عمليا انت ايش تسوي؟ تسوي هاند شيكينج بروسيجر. الهاند شيكينج بروسيجر ايش تتضمن؟ تتضمن شغله واحده منك مهمه. قبل ان تبعث، قبل ان تبعث، قبل ان تبعث الانفورميشن مالتك او الاسكي كاركتر كود مالتك الى الطابعه، عليك ان تشيك البيزي بت. البيزي بت، البيزي بت، شوف البيزي بت هياته هذا هو البيزيبت. شوفوا طلاب يا بن، بن رقم 11 هذا البيزيبت موجود وين؟ على الكونكتر مال الحاسبه رقم 11، وعلى الكونكتر مال السينترونيك 36 مال الطابعه ايضا رقم 11. اسمه شنو؟ بيزيبت. اذا نشيك البيزيبت، يلا نبعث الداتا مالتك. نشيك البيزيبت، يلا نبعث. هل الطابعه مشغوله او لا؟ هل الطابعة مشغولة أو لا؟ يعني إذا مشغولة ما أبعث لك، إذا 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 العفو إذا مشغولة، إذا لا والله ما مشغولة أبعث لك الاسكي كاركتر الثاني. واضح طلاب؟ طلاب واضح؟ واضح دكتور. جيد، خلينا نشوف هذا السوفت وير شلون ينكتب مالتها البروسيجر. شوف أول عملية يسويها يقرأ البيزيبت ويحطه بالاكوميليتر. اذا جيت بيزي فلاج، جيت بيزي فلاج يروح على مود يشيك هذا الـ 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 يعني قرا الستيتس مالت من مال بيزي واللي احنا قلنا قبل شويه هذا هو هيئه البيزي. هذا هو البيزي بت. اذا يقرا الستاتس مال بيزي فلاج بت. شلون ده يقرا؟ ان زين الان انستراكشن مالته هذا ان من البيزي خلي وين؟ بالاكوميليتر. من خلاه هنا سوي له تيست، سوى له تيست ويا بيزي بت. هذا بيزي بت هذا راح يعرفه فوق هنا طلاب بالسوفت وير. اذا تتذكرون كنتوا تكتبون اسامبلي هنا هذا اسمه بيزي اندر سكور بت، راح يقترح انه بيزي بت يخلي القيمه لفوق ماده تعريفيه فد قيمه يعني فد كاركتر او فد متغير عفوا فد فاريبل متغير اسمه بيزي بت انطيه قيمه لفوق. شو اكتب؟ اكتب البيزي نفس الاسم هذا بيزي اندر سكور بت ايكوال اي كيو كيو يو سبيس انطيه مثلا صفر وياي. نعم دكتور. جيد، اذا البيزي بت اعطيته صفر فوق وقريت الستاتس الحقيقيه مال البيزي، لان هذا البيزي بت هذا اني موضوع هذا اني انطيته انطيه فوق بالسوفت وير مالتي قبل البروسيجر
شو اقول له؟ اقول له البيزي اندرسكور بت ايكوال اي كيو يو سبيس 0. اعطيته قيمته صفر. زين. واحد يقول ليش ما اعطيته واحد؟ هسه راح نشوف ليش ما اعطيته واحد. زين. اذا قرا البيزي بت. قرا البيزي بت مالت من؟ مال الطابعه. سوالها التيست ويا الكونتنت مال الايلو. التيست هو لوجيكال اوبريشن اندينج لوجيكال اوبريشن. يعني هي التيست تعادل الى اند بس الاوتبوت مالها ياثر على فلاك ما ياثر على البيت ستريم. يعني لو قال هنا اند ايلو ويا البيزي بت كان سوينا اندينج بت باي بت محتويات الاكوميليتر ويا محتويات البيزي بت. لكن التيست انستراكشن يعادل الاند يعادل الاند لكن الفرق الوحيد به انه ما يتعامل ويا البت ستريم وانما يتعامل ويا الفلاج كونتنت. ويا الفلاج كونتنت يعني هنا اذا اكو كاري فلاج او اوفر فلو فلاج او الى اخره. هنا التيست بت باي بت يعني هنا البيزي بت اذا قرينا الستاتس مالته حطيناه بالايلو ايش قد البيزي بت؟ اذا البيزي بت هنا كان قيمته صفر فصفر بالاكوميليتر، اكوميليتر هذا شنو اللو؟ يعني 8 بت، يعني صفر 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 صفر. ويا البيزي بت، البيزي بت انت منطيهم صفر. زين، فالصفر اندنج ويا الصفر هو صفر. هنا الجمبنج تعتمد على من؟ جمب اف ايكوال اور نوت ايكوال. قلنا تعتمد على الكونتنت مال منو؟ الفلاج. الفلاج كونتنت يعني هنا التيست هو يعادل اند فالاند ويا من تيست للبيزي بت اذا كانت صفر صفر وي اند ويا صفر النتيجه مالتها شنو هنا؟ صفر فاذا تعادلها جمب اف نوت ايكوال اور جمب اف ايكوال جمب اف نوت ايكوال الى البرنت وين يروح للبرنت؟ يطلع للبروسيجر من جديد. طبعا البروسيجر مال الطباعه من تكتبها تكتبها الشكل هذا اسمها شنو؟ الاسم مالتها هو هذا برنت بالبدايه برنت وبالنهايه برنت. البروسيجر اسمها بروس وهنا اند برو اند بي هنا نير او اسم البروسيجر اللي تسميها. اي حال عندك البروسيجر تكتبها بالشكل هذا اي بروسيجر اسمها اسم البروسيجر تخليه بالبدايه وتخليه بالنهايه بروس اند بي بروسيجر اند بروسيجر اسمها هنا وهنا المتن مالت البروسيجر وهنا المتن مالت من مال البروسيجر. اذا العمليه شو تقول؟ يقرا البيزبت خلاه بالايلو اذا كانت قيمته صفر فصفر ويا البيزبت انت مخلي فد مؤشر البيزبت خليت قيمته صفر فالصفر ويا الصفر التيست يعادله جمب فلوت ايكوال ايكوال طبعا يعني النتيجة مالتها هو صح صفر بس يعني التيست equivalent إلى الاند. الاند logical operation between each bit in the accumulator with each bit in the busy bit يعني محتويات هاي وهي محتويات هاي شو يسوي لهم؟ يسوي لهم logical اند logical اند بينما يسوي لهم شنو؟ logical اند بينما التيست هو نفسه هو اند لكن ما يسوي لوجيكال اند ويعتمد على الـ الـ على الريزلت مالته اف ايكوال اور نوت ايكوال. شو ايكوال اور نوت ايكوال؟ يعني اذا كان هنا البيزي بت صفر صفر اللي خلتها بالايلو صفر 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 والبيزي بت اللي انت منطيه فوق صفر 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 اذا هو النتيجه شنو؟ تكون ايكوال. فاذا ايكوال وين يروح؟ معناها البيزي بت قيمته صفر مو اكتف فما راح يجمب اف نوت ايكوال الى البرنت ما راح يرجع للبروسيجر من جديد يكررها لا ينتقل للخطوه اللي وراها ياخذ محتويات البيلو يحطها بالاكوميليتر ويدز وين محتويات الايلو اللي هي عباره عن اسكي كاركتر كود مال البي ال يدزها وين على الاكوميليتر وبالتالي يدزها على الطابعه وانتهى الموضوع. لكن اذا قرا البيزي بت جابه وخلاه بالايلو وسواله تيست ويا البيزي بت اللي انت سجستد اللي اقترحته فوق وكتبته صفر
فرضا اللي بيزي بيت اجاك واحد، الستيتس مال الطابعه اجاك واحد اللي هو 1 0 0 0 0 0 0 يعني معناها واحد زين، والبيزي بيت اللي منطيته 0 0 0 0 0 0 0 0 0. اذا النتيجه ما بينات التيست ما بيناتهن ما تكون ايكوال، تكون نوت ايكوال، ما يعني ما مش شابهه. النتيجه مال المحتويات الاكوميليتر لو ما تشبه محتويات البيزيبت، فاذا ما مش شابهات بيناتهن جمب اف نوت ايكوال على برنت، يعني معناها ارجع مره ثانيه. ليش ارجع مره ثانيه؟ في اشاره الى انه الطابعه مشغوله بالطباعه والبيزيبت مالتها قيمتها شقد؟ قيمتها واحد. قيمتها واحد، فاذا كانت قيمتها واحد البيزيبت هذا قيمته واحد وانت البيزيبت اللي مخليه صفر، فما مش شابهين. فاذا ما مش شابهين معناها العمليه تزك وين؟ جمب اف نوت ايكوال الى البرنت، يعني اطفر الى البرنت، يرجع اللي هنا البرنت، يعيد البروسيجر من جديد الى ان يحصل على البيزيبت قيمته صفر. فاذا تجي قيمته صفر ويا البيزيبت اللي انت سجستت قيمته صفر، صفر اندنج ويا صفر، فالنتيجه مش شابهه. فاذا مش شابهه جمب اف نوت ايكوال ما راح تشتغل، راح تشتغل العكس مالتها اللي هي هنا جمب اف ايكوال. لكن احنا خلونا نكتب هنا جمب اف نوت ايكوال، لانه النيجاتيف مال جمب اف نوت ايكوال هي جمب اف ايكوال. فاذا جمب اف ايكوال راح يموف يسوي المحتويات البي ال، البي ال كونتنت يخليها على الايلو ويدزها على الطابعه. طلاب، احد من الطلاب عنده سؤال على هذا البروسيجر؟ واضح دكتور هاني؟ واضح واضح؟ سجاد تقدر تعيد لي اياه؟ نعم دكتور. تقدر تعيد لي اياه العفو على السريع؟ اي عيد دكتور. اول شيء نعرف فوق البيزي. نعم. بيزي بيت. نعم. اي واذا من بالبرنامج نقول له الان الايلو الاوكوميليتر البيزي نخلي القيمه مالتها. لا لا، الان معناها نقرا حاله البيزي بت الاصليه. يا دكتور ما احنا نحن نخليها يعني هنا الان عمليه قراءه البيزي بت الاصلي، ثم نقارن البيزي البيزي بت اللي قريناه ويا البيزي بت اللي احنا اقترحناه اللي ايش قد خلينا احنا البيزي بت صفر. تمام؟ صفر. تمام دكتور. فاذا النتيجه كانت صفر يعني نتيجه التيست، شنو فرق التيست عن الاند؟ التيست ياثر بس على الفلاج ما ياثر على المحتويات. ممتاز ممتاز جدا. التيست ياثر على الفلاج ولا يؤثر على محتويات البيت ستريم مالتها. هو نفس الاند، لكن الاند لوجيكال اند ما بين ايتش بيت باي بيت ويا محتويات الاكوميليتر وهي محتويات البيزي بت اللي انت سجستد اقترحته، لكن التيست ياثر فقط على الفلاج. فاما يكون النتيجه مال ذنب مش شابهه او غير متشابهه. تمام نعمان؟ تمام دكتور. تمام زين كمل يعني اليوم. دكتور بس ما لازم التيست نعم. اختلاف عن الاند بس بالفلاج، التيست ياثر على الفلاج، الاند ياثر على الاكوميليتر. التيست ياثر على الفلاج فقط، لكن الاند لو قايلين اند اي بيزيبت لا، كانت النتيجه شنو؟ يكون اندنج لوجيكال اند ما بين محتويات الاكوميليتر ويا محتويات البيزيبت بت باي بت، ويخزن النتيجه وين؟ بالاكوميليتر. هذا الى اند. تمام تمام دكتور. لكن التيست فقط ياثر على الفلاج ستيتس. فاما تكون هذا الجزء يعادل هذا الجزء، او هذا الريجستر يعادل هذا الريجستر، او هاي الكونتنت تعادل هاي الكونتنت مال هذا الريجستر الى اخره، او ما تعادلها. شلون تعادلها او ما تعادلها؟ هو سوى على مود يتحسس هذا الشيء، يقرا البيزيبت. فاذا قرا بيزيبت اذا يقرا صفر من يمه او يقرا من يمه شقد؟ واحد. بس يقرا واحد معناها البيزيبت مشغول. يعني هنا ان
من الاي لوب البيزي. اذا قرا البيزي بيت وخلى وكانت قيمته ايش قد هنا طلاب؟ واحد مثلا. اذا كانت قيمته واحد سوى له تيست ويا من؟ هي خلاها بالاي لو، يعني معناها الاي لو هي صارت البيزي بيت. اذا واحد ويا البيزي بيت، البيزي بيت ايش قد هو مخليه بالفوق اقترحه؟ صفر، مو صحيح؟ صفر. صفر. اذا معناها العمليه شنو هي؟ الجوب نوت ايكوال. يعني معناها شنو؟ يعني شنو معناها؟ الطابعة مشغولة. مشغولة وراح يرجع يتحقق من البرنت بروسيجر. رايت. ممتاز. معناها راح يتحقق مرة أخرى. يا خلص شغلة، خلصت شغل شلون لا الطابعة؟ خلصت شغل شلون لا؟ احنا قلنا قبل شوية، قلنا ترى الطابعة يا اخوان بطيئة. فتحتاج المايكرو بروسيسر على مود يدز الانفورميشن إلها، شو يسوي؟ يشيك البيزيبت مالتها. يا البيزيبت مالتك لوجيك 1 ولا زيرو؟ لوجيك 1 ولا زيرو؟ اذا لوجيك 1 ارجع مره ثانيه، اذا زيرو شو تسوي؟ لا اعبر اطبع. زين ايش وقت تكون زيرو؟ اذا كانت زيرو البيزي بت فيجي يسوي تيست هنا، تيست المن البيزي بت مالته هو ايش قد؟ صفر. صفر ويا صفر؟ صفر. اذا التيست مالته شنو النتيجه مالته؟ ايكوال. فاذا ايكوال شو يروح يسوي هسه؟ يعني معناها الطابعه ما مشغوله. يطبع. فمحتويات البي ال اللي هي عباره عن كاركتر، هو مثل ما قال احنا بروسيجر ذات برنت ذا اسكي كونتنت اوف بي ال، يخليه وين؟ بالاكوميليتر ويدزه على الطابعه اوت على البرنتر الايلو. طبعا هنا من دا يقول اوت على البرنتر، طلاب انت هنا البرنتر شد على مود اعرف انه الشغل صحيح. اوت على البرنتر، البرنتر ايش تكتب هنا؟ تكتب فوق، تكتب برنتر نفس هذا برنتر ايكوال اي كي اي كيو يو، شي عادل عن طريق رقم البورت اللي هو لاين برنتر. ممتاز نعمان، يا رقم هو شي تطيه يا هو نعمان الصفر 8. ممتاز جدا. اذا تكتب فوق البرنتر اي E Q U space 0378. تمام؟ من تكتب له هيجي وتقول له اوت على البرنتر، المايكرو بروسيسر بعد يعرف انت معرف فوق انه الطابعه الادرس مالتها ايش قد هو؟ هو 0378. واذا محتويات الايلو دزها على العنوان مال الطابعه اللي هو 0378. تمام؟ وانتهى انتهت البروسيجر مالتك. واضحة طلاب هاي؟ واضحة دكتور. واضحة. إحنا بننتهي محاضرتنا طلاب إن شاء الله تعالى، لأنه ما أريد نطول معلومات أكثر، في حين أنت تحتاج بهاي المحاضرة بعد إلى جزء بسيط، أريد نشرح البونسينج والديبونسينج اللي صار بالسويتش هنا على المحاضرة الجاية إن شاء الله بإذن الله تعالى. يعني مرات السويتش هذا السويتش هذا ما يوصل وتدعي تنقل عليه إشارة فصير مشكلة، فيصمموا سيركت، هي هاي سيركت، هاي الكونفنشنال وهاي البراكتيكال، هاي دائرة تستغني عن استعمال هذا السويتش في نقل الكلوك مثلا. انت تريد تنقل الكلوك مال إشارة مال المايكرو مال السيستم، يعني إشارة مال الكلوك تنقلها إلى الاي او ديفايسز. زي من تنقلها للاي او ديفايسز اذا ما وصل السويتش يصير مشكله، يسمونه بونسينج، يعني يصير كونتاكت ويرجع يطفر السويتش مره ثانيه. فهاي العمليه تجاوزوها بربط هاي التو سيركت، ان شاء الله نشرحها بالمحاضره الجايه، وراح بقتها نشرح ايضا بعض الكونكشن والمواصفات مالته. يعني نربط قبل شوي حكينا على الليد، هياته هذا الليد والبي سي سي شلون ربطناه وشغلناه، وهنا هسه راح نربطه على ال 2N على بي ام بي ترانزستور او سويتش ترانزستور، او نربطه على انفرتر ترانزستور نفس الشيء بالنسبه له، ونربط النوب الدي سي موتور، هذا الدي سي موتور نربطه على دارلينغتون سيركت، هاي المواصفات مال التيار الكولكتر
وفولتيت الكولكتر وتيار البيس وفولتيت البيس هاي كلها والجين مالته كلها أنا حاسبها ومخليها لكم وين مخليها بالأبندكس هذا. هذا الأبندكس اللي راح نشرح به يعني إن شاء الله المحاضرة الجاية بالتفصيل على المواصفات مالت الفولتيات ويعني حساب المقاومات حساب مقاومة البيس حساب مقاومة الكولكتر حساب تيار البيس حساب تيار الكولكتر إلى آخره بالمحاضرة الجاية إن شاء الله راح كلها نحكي بها بسهولة. أتمنى أن تكون المحاضرة واضحة وأعتقد هي واضحة بس شوية تحتاج إلى دراسة أكثر إن شاء الله ويعني عناية بالقراءة مالتها لأن راح تفيدنا جدا بالمحاضرات الجاية. يعني المحاضرات الجاية راح تصير عندك هاي مثل البيسك فعلا هي بيسك وأنت راح تصير عندك بيسك قاعدة بدماغك شلون تقرأ من جهاز شلون تكتب من جهاز هذا الأمور شنو تستعمل عند القراءة شنو تستعمل عند الكتابة وإلى آخره. طلاب اللي هنا أنا خلصت المحاضرة إذا أحد من الطلاب عنده سؤال قبل ما ننهي هالمحاضرة. نعم دكتور بس على الحضور بس الحضور